أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. Thank you.
وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. إليه المصير. الله أكبر. غافر الذنب وقابل التوب شديد ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم.
فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من وقهم السيئات وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم
فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع صدق الله.